شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في صلاته في العشر الأواخر. كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليلة في السنة كلها سواء إلا في العشر الأواخر. وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يصلي الليل كله إلى قبيل الفجر. فإحياء الليل في العشر الأواخر بالصلاة سنة، وما يفعل في الحرمين من زيادة الصلاة في العشر الأواخر سنة وليس منكرا، وهي صلاة واحدة. فالمسنون فيما نعتقده أن يصلي المسلم مع الإمام الصلاة التي بعد العشاء، ثم يعود مع الإمام ويكمل الصلاة في آخر الليل، وهي صلاة واحدة، وهي التي ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، أو كتب له قيام ليلة أو قيام ليله. فمن أراد هذا في العشر من أراد هذا في العشر الأواخر فعليه أن يصلي الصلاة الأولى التي يسميها الناس التراويح، ويصلي الصلاة الثانية التي يسميها الناس التهجد، وهي صلاة واحدة. أما من صلى الصلاة الأولى مع الإمام أو صلى الصلاة الثانية مع الإمام فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون معذورا، أن يكون معذورا، حبسه عن إحداهما العذر. وهنا نرجو من الله أن يكتب له الأجر كاملا. والحالة الثانية أن لا يكون معذورا، وهنا يكتب له أجر ما قام فقط، ولا يكتب له أجر قيام الليل كله. نعم.